السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف السادس؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنأخذ درس بعنوان الإحسان وحسن الصحبة. لنقرأ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في الحديث الأول نتعرف إلى أهم المفردات. الكبائر بمعنى الذنوب والمعاصي، يلعن يسب ويشتم. الفكرة الرئيسية الواردة في هذا الحديث اللعن والشتم من أكبر الكبائر. في الحديث الثاني فاستأذنه بمعنى طلب الإذن، الجهاد القتال في سبيل الله، فجاهد أي يعني بر الوالدين ويتساوى مع القتال في سبيل الله. الفكرة الرئيسية: بر الوالدين يعادل الجهاد في سبيل الله. في الحديث الثالث أحق بمعنى أولى، صحابتي بمعنى مجاورتي بالجنة. الفكرة الرئيسية من هذا الحديث طاعة الوالدين والحرص على رضاهم.